ده بقى في الغرائب مش هنقول كتب، مش هنقول، لا احنا هنروح لكتاب كبير جدا اسمه موسوعة جانس. موسوعة جانس النهاردة فيها رمضانيات، خلينا نشوف معاكم ايه اكبر افطار رمضاني في العالم. حاجات بقى متعلقة برمضان، كان فين اكبر افطار رمضاني في العالم؟ هو ده، دي صورته، ده كان في لبنان، اتحقق رقم قياسي سنة 2017. ليه بقى؟ لأنه كان أطول إفطار في العالم بطول 2184 متر، فضل يتحضر له من قبلها بثلاث شهور. المائدة اللي قدام حضراتكم أو المواعيد دي استضافت 5400 شخص من مختلف مناطق لبنان، وطبعا في تفاصيل كتيرة بقى متعلقة بالتحضيرات وبغيره، كانت على الرسمة في النهاية على شكل قلب كبير كده، يعني كان شكل رائع جدا ومملوء بالحب وبالوحدة وبالألفة، كانت في واجهة بيروت البحرية. دي حاجة من الحاجات اللي موجودة متعلقة برمضان. طيب ده كان أكبر إفطار في رمضان. خلينا نروح مع حضراتكم لحاجة تانية، أكبر فانوس رمضاني. واحنا بنتكلم على فوانيس رمضان عندنا برضو في لبنان، دي صورته، يا سلام على البهجة. موسوعة جانس سجلت انه في منطقة في لبنان تسجل اكبر فانوس رمضاني ارتفاعه 18 متر، وده كان سنة 2012، وفضل من 2012 لحد النهاردة هو الملك المتوج في قائمة اكبر فوانيس رمضان. كان ارتفاعه 18 متر، القاعدة بتاعته عرضها 5 متر، وزنه 4 اطنان زي ما حضراتكم شايفين. تصنيعه استغرق 180 يوم بيصنعوا فيه، واستغرق او تطلب 6 شاحنات لنقل القطع بتاعته لحد ما تم اضاءته ب 20 كشاف ضوئي. ده كان اكبر فانوس. خلينا نشوف معاكم بقى حاجتنا احنا بقى، اقدم مدفع افطار. مدفع الافطار اضرب المرتبط معانا، حتى بقى في الحاجات قبل الاذان بيتم التنويه عن الاستعداد لمدفع للفطار بمدفع رمضان، بقى جزء من ثقافتنا. ايه الحكايه؟ موسوعة جانس سجلت اقدم مدفع افطار باسم مصر، هو مدفع افطار الحاجه فاطمه، قالوا ان ده اقدم مدفع افطار في مصر. المعلومه الناس كتير ما تعرفهاش، ان احنا عندنا 5 مدافع للافطار، 2 في القلعه، 1 في العباسيه، 1 في حلوان، واحد في مصر الجديدة. طب ايه حكاية المدفع ده؟ في 3 روايات تم رصدها للمدفع. اول رواية انه كان بمحض الصدفة البحتة في اول يوم رمضان سنة 865 هجرية، كان السلطان المملوكي خوش قدم بيجرب مدفع، وبعدين مع تجربة هذا المدفع كان وقت الاذان، تزامن التجربة مع الاذان، فالطلقة اللي طلعت سمعها كل الناس، فاعتقدوا ان ده طقس جديد بيتم تطبيقه عشان يتم اعلامهم بان الاذان قد اذن، وان الناس عليها انها تفطر بقى وتصلي وتؤدي الطقوس بتاعتها، فاعتقدوا انه ده تزامنا مع مدفع رمضان، حاجة مرتبطة برمضان. وبالتالي الناس راحوا لزوجة السلطان وشكروها، كان اسمها الحاجة فاطمة، دي من الروايات اللي بتتحكي، وقالوا لها شكرا ويا ريت تخلوها موجودة على طول حكاية مدفع رمضان دي، لأنها عجبتنا جدا ونبهتنا للفطار واتبسطنا منها وتم تثبيتها من الوقت ده. دي حكاية. الحكاية التانية بتقول إن المدفع ده كان هدية لمحمد علي، وحادثة الإطلاق كانت بالصدفة برضو، كان تجربة المدفع وقت الأذان واستساغها الناس واتبسطوا منها وتم تثبيتها على هذا الوضع. الرواية التالتة بتقول إن كان، ودي الأقرب للصحة، كان في عهد الخديوي إسماعيل بعض الجنود كانوا بينظفوا المدفع وقت الفطار، فمع الأذان تزامن ده مع صوت انطلاق الطلقة دي من المدفع، فالناس اعتقدت انه الأذان ارتبط بالمدفع لانه ما كانش فيه مكبرات صوت وقتها والكلام ده، فقالوا والله دي فكرة هايلة جدا. راحوا لمين بقى؟ راحوا للحاجة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل، وقالوا لها يا ريت تثبتوا الموضوع واحنا مبسوطين منه، فتم تثبيته. دي 3 حكايات مرتبطة بحكاية أقدم مدفع إفطار ومسجل لمصر في موسوعة جانس. نروح معاكم بقى لحاجة تانية، أقدم مسحراتي في مصر. أقدم مسحراتي في مصر كان الخليفة العباسي المنتصر، كان عين على مصر أحد الولاة وهو ابن إسحاق.
ابن اسحاق كان ولي على مصر سنه 228، كان بيتوجه من مدينه العسكر في الفسطاط لجامع عمرو بن العاص وينادي على الناس بنفسه وقت السحور. الكلام ده من امتى؟ من 1200 سنه، وتم توثيق الموضوع ده ليتم دخول مصر به في موسوعه جينيس انه اقدم مسحراتي ظهر وبينسب لمصر. بعد كده وختاما في الحاجات الغرائب المتعلقه برمضان ومسجله في موسوعة جينيس، اول امساكيه في رمضان، امساكيه رمضان حضراتكم عارفينها دي، كانت تم طبعها في مطبعه بولاء وهي اول مطبعه طبعا في مصر، تم طبعها سنة 1262 هجرية، عشان كده نقدر نقول ان تقريبا عمرها دلوقتي حوالي 170 سنة. دي اول امساكية اتطبعت. حكايتها ايه؟ انها كانت متعلقة بان محمد علي كان في هذا الوقت يعني بيحاول ارضاء المصريين وكسب ودهم وعمل حاجات كده لذيذة ولطيفة فعجبت المصريين، وتسجلت من وقتها انها من احدى مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، وبتطبع ودلوقتي بتكتب عليها ادعية وحاجات كده، يعني حاجة من الحاجات المصرية اللطيفة مسجلة لينا. دي الحاجات اللي حبينا نجيبها.